أما هلأ نرمين رح ننتقل مباشرة إلى دمشق القديمة، إلى موفدة الإخبارية الزميلة ليا نحاس المتواجدة حاليا بالكاتدرائية المريمية لترصد لنا عودة أولى الصلوات إلى الكنائس. يسعد صباحك ليا. صباح الخير لك سلمى، وصباح الخير لنرمين، وصباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية. مثل ما ذكرتي نحن هلا موجودين الكاتدرائية المريمية بعد انقطاع من المشاركة بالصلاة من قبل المؤمنين تقريب الشهر وشوي. اليوم الكنيسة فتحت أبوابها لاستقبال المؤمنين للمشاركة بالصلوات، ولكن ضمن الشروط وضمن لسلامة المواطنين، فمن الباب اكيد في تعقيم للايدين، ويشترط يكون كل مؤمن حاطط كمامه والكفوف. ومثل ما عم نتابع مع عبد السلام في تباعد بين المقاعد، خلينا نروح هيك عبد السلام ونتابع القداس، يعني في تباعد بين المقاعد في الجلوس وايضا بين المؤمنين، مثل ما عم نتابع لكن مشاهدينا من الكنيسه المريميه مباشره مشاركة المؤمنين في القداس ليوم الأحد بعد انقطاع المشاركة تقريب الشهر، ولكن ضمن أخذ الحذر لحتى للتصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره، مثل ما عم نتابع مشاهدينا مباشرة من الكنيسة المريمية وقداس يوم الأحد. رح أترككم دقائق أو لحظات مع الصورة. كان مثل ما عم نتابع مشاهدينا القداس بعد انقطاع من المشاركة من قبل المؤمنين تقريب الشهر وشوي. اليوم الناس عم يشاركوا بالصلاة، ومثل ما عم نتابع يعني اخذين الاحتياطات الكاملة بوضع الكمامة والقفازات. بدنا نقول يعني ان شاء الله يا رب بشهر رمضان الكريم والصلوات من داخل الكنيسة، يا رب هيك ان شاء الله الصحة والسلامة والخير لكل المشاهدين. رح ارجع لعندكم صبايا ونضل شوي مع الصورة. نعم شكرا لك ليا. يعني مثل ما قلتي عم نتابع مع بعض صور أول صلاة بيعود فيها المؤمنين إلى الكنائس بعد انقطاع بسبب الإجراءات الاحترازية اللي اتخذتها كل دول العالم حقيقة بسبب انتشار الجائحة العالمية فيروس كورونا. اليوم الجمعة كانت عودة أول صلاة جمعة أيضا بجوامع سوريا، وهلأ عم نرجع نشهد الكنائس مرة ثانية طبعا مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الشخصية من جميع المصلين، إن كان في الجوامع أو إن كان في الكنائس. نتمنى الصحة والسلامة للجميع، ويا رب هاي الأيام المباركة يعيدها بالصحة على بلدنا وعلى جميع دول العالم. نعم
يعني سلمى استاذنا عم نرصد بالصوت والصورة نقل أجواء الصلاة الأولى اللي عم بتكون بعد انقطاع دام ما يقارب شهر. أهم شيء سلمى يمكن عم نشوف نحن الإجراءات الوقائية المتخذة من قبل المؤمنين، التباعد الاجتماعي، الالتزام بالكمامة والكفوف. إن شاء الله يا رب قريبا يعني بعد فترة بروح هذا الوباء عن سوريا وعن كل العالم. إن شاء الله يا رب نتمنى هذا الشيء. والأهم هو مثل ما حكينا نرمين، كل شخص اليوم عليه مسؤولية أكبر. صحيح في مسؤولية كانت ضمن تطبيق الإجراءات بشكل عام، وهي الإجراءات اللي اتخذها الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا، ولكن مسؤوليتنا الشخصية هي الأهم بهي المرحلة لحتى نقدر نحمي حالنا، نحمي أحبابنا، نحمي عيلتنا، وأكيد نحمي سوريا من خلال التزامنا بإجراءات بسيطة، إن كان لبس الكمامة، الكفوف، التباعد الاجتماعي، المحافظة على المسافة، الأمان بأي مكان بنتواجد فيه، بالشارع، بالكنيسة، بالسوبر ماركت، بأي مكان نحن مضطرين نكون متواجد فيه، بأشغالنا، بأي مكان لازم نحافظ على هذا الشيء، وأكيد النظافة الشخصية بالمنزل. ليذكر الرب لنا تابعنا مع المشاهدين وقائع الصلاة الأولى من كنيسة المريمية في دمشق.